وحول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد. مساء الخير. مرحبا فيك في الاستوديو. استاذ سعد، كما شاهدنا يعني في التقرير التي عرضنا للتو، قطر تدعم المنظمات الإرهابية وقطر تمول الإرهاب وتستضيف في على أرضها التنظيمات المتطرفة والإرهابية، ومع ذلك قطر تدعي وتقول ليس هنالك ما يثبت أنها تدعم الإرهاب. يعني كيف تعلق على ذلك؟ طبعا قطر للأسف الشديد احتضنت الجماعات الإرهابية منذ زمن طويل، يعني قرابة 20 عاما، وخصوصا عندما استضافت يوسف القرضاوي وهو زعيم الإخوان. الحديث اليوم نتكلم عن انتهاك واضح لاتفاقية الرياض. اليوم طبعا اتفاقية الرياض احنا نقسمها الى قسمين، اتفاق 2013 واتفاق التكميلي 2014. يعني خصوصا في اتفاق 2013 هناك ثلاث نقاط رئيسية طرحت في هذا الاتفاق، اللي هو عدم التدخل بالشؤون المحلية، وهي عملية دعم الجماعات للأسف الإرهابية داخل الدول، وكذلك ذكر بالتحديد عدم دعم جماعة الإخوان. لو نلاحظ أن في اتفاق 2013 وإضافة إلى آلية عملية التنفيذ ذكرت دعم جماعة الإخوان، كذلك دعم الجماعات في اليمن تأثير واضح كان في عملية بعد قطع العلاقات، أن هناك تقدم كبير للقوات التحالف هناك في اليمن، في خصوصا في المناطق التي تشهد اشتباكات مع الحوثيين. طبعا في 2013 كان هناك آلية عملية تنفيذ، وللأسف أنها يعني آلية التنفيذ للأسف لم تطبق، وللأسف في عملية آلية التنفيذ ذكرت قناة الجزيرة الإعلامية ومدى دعمها للجماعات الإرهابية. إضافة إلى ذلك ركزوا على مسألة السياسة الخارجية للدول، لأنه يجب أن تكون هناك سياسة موحدة، لكن للأسف الشديد لم تكن. وذكروا كذلك في هذا البند دعم الجماعات الإخوان، جماعة الإخوان في هذا البند، وبالتالي فإن الموضوع يتطاول أكثر في جماعة الإخوان. نحن نتكلم اليوم يعني بعد في 2014، في الاجتماع في 2014 لم تقم قطر بتنفيذ هذه الاتفاقية بالضبط، ودخلوا في هذا المنوال. إضافة إلى ذلك هناك أربع بنود تكلموا عنها. أول شيء اللي هو عدم تنفيذ قطر للاتفاقية، اثنان عدم اللي هو طالبوا بعدم إيواء الجماعات الإرهابية ومنهم الإخوان المسلمين، وأكدوا على أهمية غلق قناة الجزيرة. هنا نتحدث عن وجود يعني دعم إعلامي موجود. لو سعد، يعني على الرغم من أن يعني اتفاق الرياض في 2013 والاتفاق التكميلي 2014 هذا شيء معروف وموثق وقطر وقعت عليه، ومع ذلك قطر تدعي بأن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بمطالبها هي غير واقعية. يعني صح. كيف نفسر هذا، يعني هذه السياسة؟ أولا قطر، الإدارة القطرية الموجودة، السياسة الخارجية الموجودة لقطر، من يديرها وما الأهداف التي اليوم نرى هناك تحالف موجود لدى قطر، ونحن يمكن نغفل عنه، هو التحالف القطري الإيراني مع الدول الأخرى. بالتالي اليوم التحالف الإيراني، وخصوصا احنا لو نرجع شوي للخلف، أيام ما كان مرسي كان حاكم لمصر، صار هناك تحالف إيراني مصري، ولو نتذكر الله يسلمك كان هناك زيارة لنجاد إلى مصر وألقى خطاب في مسجد الأزهر، وهذا يؤكد مدى التحالف. كذلك قطر قدمت دعم لمرسي مبلغ كبير 5 مليارات، وكان هذا أساس الحملة الانتخابية. وإضافة إلى ذلك أن قطر بعد سقوط نظام مرسي، قطر احتضنت مرة أخرى يوسف القرضاوي وسمي بمفتي الدم، واستضافت الجزيرة كذلك يحيى حامد وعمرو دراج ومحمود حسين، وهم مطلوبين للقيادة المصرية. وبالتالي فكل هذه الأمور ظهرت أمام العيان.
إضافة إلى انتهاك قطر لهذه الأمر، إلا أن يوسف القرضاوي بعد توقيع اتفاق، لو نتذكر توقيع اتفاق 2014 بعد 3 أسابيع بالضبط، ألقى خطبته المشهورة بجامع عمر بن الخطاب، كان يتهجم على القادة بدول مجلس التعاون. كل هذه انتهاكات ما بعد توقيع الاتفاقية، إضافة إلى ما شاهدناه من جماعات إرهابية وانتشارها في ليبيا وغيرها. لا ننسى كذلك أن قطر دعمت الحوثيين في نقل الأسلحة إلى سيناء وإلى ليبيا، وهذا الأمر موثوق لدى الاستخبارات المصرية. رغم كل هذه الثوابت وهذه يعني الأشياء التي لا تغطى، أو الشمس لا تغطى بمنخل كما يقولون، مع ذلك قطر تدعي بأنها لا تمول الإرهاب، وأعتقد أنها هي محاولة للتدليس على الرأي العام سواء العربي أو العالمي. طيب سعد رشيد، يعني الآن في مواجهة هذا التعنت وهذه المكابرة القطرية، يعني كيف تستشرف القادم؟ ماذا تتوقع من إجراءات ربما جديدة قد تواجهها؟ هو يعني العقلانية، يعني العقلانية في السياسة الخارجية يجب أن تتضح لدى القادة القطريين. للأسف لا توجد إلى اليوم أي عقلانية في يعني احتواء الأزمة وأخذها بمحاول جدية في عملية المفاوضات. إلى اليوم نجد القادة القطريين يكابرون على تلك المطالب. إلى اليوم لا زال لا يعترفون بالحل الخليجي. وهذه مشكلة ومعضلة اليوم نجدها. وكل الزيارات اليوم اللي نشوفها من الدول الأوروبية والله أمريكا لن تكون بقدر الحرص التي تحرصه دولة الكويت على زيادة اللحمة الخليجية. اليوم بعد كل هذه الخطوات، وإلا قطر لم تتخذ خطواتها الجدية في عملية احتواء الأزمة، ستكون هناك معرضة لعقوبات، يعني لخطوات تصعيد اقتصادية ودبلوماسية وقانونية كما صرح فيها وزير الخارجية السعودي عادل جبير. بالتالي اليوم احنا لو نتحدث اليوم، لو نرى اليوم التصريحات المنشورة لوزير الخارجية السعودي حول رفع ملف إلى فرنسا حول تورط قطر، هناك يبدو هناك سيتم عمل ضغوطات خارج منظومة دول مجلس التعاون. ذكر أكثر مرة جامعة الدول العربية، وبالتالي سيرفع الملفات. هناك ملفات موجودة وهناك تصعيد موجود، ولكن يتم الانتظار للحظة المناسبة ويكون هذا التصعيد وفق القانون الدولي ويحقق حق السيادة للدول الداعية. هذا يدل على واقعية وعقلانية حقيقة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. الكاتب والمحلل سعد راشد، شكرا جزيلا لك.